يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ليأتين يوم على ليأتين على جهنم زمان وليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا، وكذلك أن حربا سأل إسحاق ابن راهويه عن هذه الآية فقال سألت إسحاق قلت قول الله سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. فهذا الكلام موجود في كتاب ابن القيم رحمة الله عليه حاد الأرواح، وقد أشكل علي كثيرا، فما توضيحه وفقكم الله. هذا ليس ماثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مرويا عن الرسول، إنما هو من كلام إن صح هو من كلام بعض الصحابة أو بعض التابعين، وما دام مخالف للقرآن فلا يلتفت إليه. نعم.